ونعرف اخبار القرعه ايه واصدقها ايه على نجوم وفرقه النادي الاهلي. ومعايا على التليفون حارس مرمى النادي الاهلي المتميز كابتن علي لطفي. يا كابتن علي مساء الفل واهلا وسهلا بيك. كابتن علي الو، مساء الفل يا كابتن علي. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني كتير جدا. انت كمان والله وحشني جدا. عايز اعرف منك الاول بس في البدايه كده، يعني انطباعك ايه عن القرعه النهارده؟ والله الحمد لله كابتن ابراهيم، يعني القرعه انا شايف يعني القرعه كويسه، ما فيش مشاكل فيها. احنا انت عارف في النادي الاهلي احنا ما بنشوفش الفرقه اللي احنا هنقابلها، احنا بنلعب اي فرقه وبنلعب على الثلاثه بونت وبنلعب على الصعود وبنلعب على البطوله، فاحنا بنركز في شغلنا احنا، وان شاء الله ربنا يكرم يعني ونقدر نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هسالك بقى فيما يتعلق بالفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري، اصداء التعادل النهارده الاهلي والمقاولين، وهل ده بيؤثر على الحاله النفسيه للافضل بالنسبه للنادي الاهلي خلال اللقاء المقبل ماتش القمه ولا لا؟ والله يا كابتن زي ما بقول لحضرتك، ممكن التعادل بتاع النهارده مع المقاولين يقربك من نادي الزمالك، فاحنا بنشتغل وبنتعب اللي احنا بنلعب اي ماتش بنلعب عليه 3 بونت عشان نقرب من بطوله الدوري. فان شاء الله الفتره الجايه نقدر نشتغل بشكل كويس اكتر، نحقق ان شاء الله بطوله الدوري وبطوله افريقيا، فان شاء الله ربنا يكرم الفتره الجايه يعني ان شاء الله كابتن. ان شاء الله باذن الله. علي خليني اسالك بقى على علاقتك بالكابتن طارق سليمان. الكابتن طارق دايما بيقول ان انا عندي 3 حراس مميزين من غير ترتيب، شريف اكرامي، محمد الشناوي، وعلي لطفي، ودايما الحقيقه بره الهوا وجوه الهوا بيقول لي لا انا عندي حارس مميز جدا هو علي لطفي. علي مش متضايق ان انت ما خدتش فرصك لحد دلوقتي رغم انه كله في النادي الاهلي بيتكلم عنك بشكل ايجابي وانك حارس مميز وانه هيجي الوقت وتبقى واخد الفرصه؟ طبعا اولا كابتن طارق طبعا من الشخصيات الجميله جدا اللي انا اتعاملت معاها واتعاملت معاها في نادي انبي قبل ما اجي النادي الاهلي. هو من اوائل الناس اللي هم دعموني ان انا اكون موجود في صفوف النادي الاهلي، وده شرف كبير ليا طبعا ان انا اكون موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي. والفتره اللي فاتت موضوع الفرصه، انت بتشتغل وبتتعب وربنا هيكافئك في النهايه، فموضوع انت بتلعب في كذا بطوله، يعني انت مطالب منك انت تكون جاهز في اي وقت، مطالب منك ان انت تنزل وتشتغل، لازم تأدي بشكل كويس عشان انت بتبقى شايل حمل فوق ظهرك. النادي الاهلي طبعا انت عايز تكسب عشان خاطر النادي الاهلي، وعايز تكسب عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. فالحمد لله طبعا الفتره اللي فاتت دي من بعد ماتش فيرا كلوب بالاخص الشكل العام بالنسبه لي انا اتغير 180 درجه الحمد لله واحد ربنا كرمه بالاداء، بس يعني موضوع النتيجه ده بس حاجه بتاعت ربنا. فالجمهور طبعا كان واقف في ظهري بعد الماتش، وكان في دعم غير طبيعي من جمهور النادي الاهلي، وطبعا انا بشكرهم. فان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى احسن واحسن ان شاء الله. بتشوف المنافسه ما بينك وبين كابتن محمد الشناوي وكابتن شريف اكرامي ازاي؟ طبعا المنافسه بيني وبين كابتن شريف وكابتن شناوي، لا المنافسه قويه جدا. انت بتشتغل مع حضرتك منتخب مصر، يعني كان شريف اكرامي شغال مع منتخب مصر بشكل كويس، كان موجود في كاس العالم، والشناوي شغال بشكل كويس جدا وكان موجود في كاس العالم وكان بيلعب وادى بشكل مميز جدا، وكان دوت الواجهه بتاعتنا لحراس مرمى مصر كلها في كاس العالم، فكان قدم صوره طيبه جدا في كاس العالم اللي في مصر، حراس مميزين. فالمنافسه طبعا صعبه جدا، مميزين، فالمنافسه طبعا صعبه جدا، وده طبعا بقى في النهايه بيصب في مصلحه النادي الاهلي ومنتخب مصر يعني في النهايه. صحيح. ما اتضايقتش ان علي لطفي كان موجود وكان قادر انه يلعب اللقاء اللي فات، وانه يعني محمد الشناوي تحامل على نفسه وانه اخذ اكتر من علاج واكتر من يعني من دواء علشان خاطر يقدر يكون موجود في اللقاء؟ هل ده ضايقك ولا انت بتعامل مع الموضوع انه وجهات نظر الجهاز الفني انت بتحترمها وانت فرصتك موجوده وجايه جايه؟ طبعا يا كابتن ابراهيم زي ما حضرتك قلت، طبعا دي وجهه نظر المدير الفني، وانا تحت امر المدير الفني في اي حاجه طبعا ان هو يطلبها اكون موجود، هشتغل واكون موجود، وان شاء الله ربنا يكرم وادي بشكل كويس. فالموضوع ان عدم لعب الماتش اللي فات ده موضوع عادي جدا، انا شايفه عادي. الشناوي اتمرن واشتغل كويس واتعافى من الاصابه وكان هو اللي يلعب، فالموضوع ده والراجل برضه جه يتكلم معايا
كابتن طارق اتكلم معايا. فقلت لهم طبعا انا ما قال لك ايه الراجل قال لك ايه الراجل قال لك ايه والله الراجل اتكلم بشكل كويس، حتى في المؤتمر الصحفي اتكلم بشكل كويس، كلمني قال لي انا مش ده مش عدم ثقه فيك في اي حاجه، انا الشناوي ماشي كويس وانت ماشي كويس. فموضوع اللعب دوت كان بيننا وبين الجهاز الفني ان انا عايزين ندي الشناوي الفتره الماتش دوت. قلت له انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، انا تحت امرك تحت امر النادي الاهلي، عايزني اكون موجود في الماتش هكون موجود، عايزني عد على الدكه ما فيش اي مشكله، هكون بره برده ما فيش اي مشكله. ده اهم حاجه ان احنا نعدي الماتش دوت، كان يعني الماتش ده كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نصعد للدور اللي بعد كده. فالموضوع ده يعني انا حتى اتكلمت قبل كده في الموضوع دوت ان انا اساسي او احتياطي والكلام ده كله. مفيش لعيب في النادي الاهلي بيبص للصوره دي ان انا اساسي او احتياطي، لا اللعيبه كلها بتأدي بشكل كويس، واللعيبه كلها جايه من انديه كانت هي رقم واحد في انديتها. فلما تيجي نادي كبير زي النادي الاهلي الموضوع هيبقى مش صعب، المنافسه هتبقى قويه جدا، وده في الاخر في مصلحه النادي الاهلي. علي لطفي يقدر يكون الحارس الاول للنادي الاهلي ولا لا؟ والله انا قلتها برضو ان بالتعب والشغل وتشتغل وتراضي ربنا في شغلك اكيد ربنا هيكافئك في النهايه. فليه لا، يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر انا وكابتن شريف وكابتن شناوي نقدر نشتغل بشكل كويس ونفيد فرقتنا ونظهر باحسن صوره عشان خاطر النادي الاهلي طبعا الفتره اللي جايه، ونقدر نحقق حلم النجمه التاسعه طبعا. ده اهم هدف لينا الفتره اللي جايه، ونقدر نسعى جمهور النادي الاهلي وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. يعني بنسبه قد ايه الاهلي يقدر يفوز ببطوله افريقيا، وبنسبه قد ايه الاهلي يقدر يفوز ببطوله الدوري؟ والله انا شايف ان الموضوع دوت في الملعب. انت بشغلك وتعبك ربنا هيكرمك في الـ في الـ في الملعب، وتركز على الحلم اللي انت عايز توصله. فان شاء الله يعني انا شايف ان الموضوع دوت مش صعب على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه كبيره ما بتادي بشكل كويس، فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ونقدر نحقق البطولتين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليك يا كابتن علي، وانا بتمنى لك كل خير ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. كابتن علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي، هو متزن جدا وهادي الحقيقه، هو علي دايما كده جوه المباريات وبره المباريات في جوه الاجواء، والامور بالنسبه له واخدها بسلاسه وببساطه، وما كنتش انت تقدر تتحمل